نعم هذا المساله ان شاء الله تبارك وتعالى حينما يذهب اليه لا يناقشه حول الاسلام لا احسن قد طريقه للدفاع والهجوم ناقشه في معتقداته هو وابطل عقائده الباطله هو ما تناقشوش في الاسلام ناقشوا في الشباب ديالو هو اللي عندهم هما عندهم المرض بزاف هما غير قضيه واحد هو ثلاثه وثلاثه هي واحد غير هذه راها مشكله واش كاين شي اللي عنده العقل في تاخير الزمان وكيقول لك احنا ناس علميين ومنطقيين تقول واحد هو ان الله ثالث وثلاثه واحد هو ثلاثه وثلاثه هو واحد ما كاش غير هذه الا كان يصدق هذه يقول له انت ما عندك عقل اذا لم عندك عقل ستصدق كل شيء صافي انت العقل ديالك الان يتقبل كل الخرافات ما دمت تقبل ان واحد هو ثلاثه وثلاثه هو واحد صافي كل انت هذا هو الدين ديالك الدين ديالك مبني على خطا كبير وكذبه كبيره ليس لها ما يسندها من علم ما عندك حتى شي